بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ورحب بكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المحور هو Astronomy and Solar System، علم الفلك والمجموعة الشمسية. سنتعرف على أهم مفردات الوحدة. مثلا Astronomy هو علم الفلك، adjective astronomical، adverb astronomically، synonym or meaning المرادف أو المعنى هو scientific study of stars and planets، هو الدراسة العلمية للنجوم والكواكب. circle دائري، collision التحطم، depth العمق، destruction التحطم، difference الاختلاف، discovery الاكتشاف، distance البعد، height العلو، identification التعريف، length الطول، revolution الثورة، similarity المساواة، transmission التحول أو التحويل، width العرض، orbit المدار. إذن هكذا كانت أهم مفردات Astronomy and Solar System، علم الفلك والمجموعة الشمسية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.